أهلا وسهلا. وهلأ عم نحكي هيك مع الشباب منضوي هالشمعة، وهيدي خصوصي هاي الشمعة لعمو عدنان. ما في حدا نيقة مثله عزيح وهيك مرتب وهيك، بس عمو عدنان في ولاد ما فيهم يناموا إلا ما أمه تحط لهم الموسيقى تبع هيدا البرنامج. قلت لهم عمو عدنان رح يغيرها، غير لكم الموسيقى، وعنده موسيقى حلوة كتير لكتاره وغيرون على السبع مقامات كلهم. في ولاد هيك حبت هالموسيقى وأمهم بتحضر وهيك تشفرت عليه لأنها بتشفي. عدنان عندهم والشباب موسيقى كتيرة فيها شفاء إلى سبع مقامات، خصوصي للأطفال، سيفن شاكراز تحت السبع سنين. شو هي هاي كلمة شاكرا؟ هي مقام، بتشوفوه حطوا شاكرا. أنا بعطيكم مفاتيح بس إذا ما استعملته بيضل حديدة، وهيديك بنقعد هون هيك على الأرض أو ما بعرف يعني مثل ما هلأ تكون. ولكن بدنا نحكي ونأكد اليوم إنه total acceptance، لتكن مشيئتك. الحمد لله، خلاص لا إله إلا الله. صلي إيدك على وجهك بالثلاثة بالأربعة بالخمسة، شو بتعمل؟ المهم أينما توليتم كيف بدنا نقول؟ لتكن مشيئتك. الحمد لله الحمد لله. شو ما صار لا يصيبنا إلا دمار شامل. مدري شو من 2000 سنة راحت وبترجع بتروح، مطرح ما رحت البرمودا والأطلنطس وبتشوفوا إشي على الطريق. يعني أنا بلاقيهم مهضومين بقول لي هيسوس هاي هيسوس، إنه الله المسيح أرمني ولازم تحكوا كلكم أرمني وتخبروا إنه بقرارات كلهم أرمني والمسيح أرمني، فهمتي؟ قالوا يس كهس كنام بات شاد لاف تشيم كيدر نيروتيو. بمشي ما بحاورون يعني، ما فيني، ما فيك، ما فيك تغير تعمل الحديد ذهب يعني. انتبهوا، بده وقت وبده. أنا ما عندي وقت هيك يعني، ببتسم هلا شوي ألطف وبقول طبعا لتكن مشيئتك. بس هلا بهالوقت اللي نحن فيه، كل ما أنا قويت نفسي هون جسد فكر روح جفر، كل ما تقويت قويت هيديك قويت هيديك قويت، بنصير اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ما في نكسر. يد الله مع يد الجماعة. أنا ضعيفة ما فيني وحدي يعني. هلأ بطلب إذا في شي ستك بالأربعين على كتير خمسين، بتعرفي على القليلة إنجليزي إنجليزي مع العربي، ولغتك العربية يعني أنت عربية وإنجليزي، أهلا وسهلا بتعيشي معي شهر، تاني وحدة شهر، تعي بيتأمن لك كل شي. شوفي شو عم بتشوفي بهالبيت، شوفي كيف صمتنا، شو بيت ما في إلا كتاب سرقته حلال والأكل موجود، وهيك شو بشتغل شو بعمل، كيف بقرأ كيف بكتب كيف بتحرك وما بنام. أوقات هيك أيام ما بعرف ليش بيروح النوم. هلأ وقت اللي بعتولي أهم نساء بالعالم شفتون، عمرها 7 سنين منا نايمة، مرة عمرها 35 ما بتعرف النوم، أطول امرأة بالعالم 380 سنتي. هلا في انترنت في هابي بيبعثوا لكم بتشوفوا قديش في جمال بهالطبيعه كلها. فاذا نحن ها total acceptance، نعم يس، بدنا نسمع له. أزكى مني ما فيني لكم يا اخوتي، خصوصي يلي بس تشوفوا هيك كلكم منزيح من الطريق. كنا إذا على العصاية ننتبه كلنا، كيف وقت بتشوفون يعني نضربون دخيلكم نقتلون هيك. فإذا هالتوتال أكسبتنس شو ما صار أينما توليتم أينما توليتم الحمد لله لا يصيبنا إلا. كيف بدي أقوي هالإنتويشن؟ أول شيء ما فيني أنا وقعدي هي عجالي سولا جلس سهرك ما تعيطي عليها ماما تربع هيك كنا تربعوا
صف سرميتك منيح. طلع صفها ماما هيك صف السرمية، لأنه إذا بنشلحها هيك بس يجي حدا بد. أول 7 سنين هوم سكولينج، ما كان يروحوا الأولاد عمره 20 يوم طفل على الحضانة، ما كان في، كان في حضن مش حضانة. 40 يوم ما حدا يشوف الطفل إلا الأم والبي وأمه وبيه وأمه وبيه. اليوم بيخلق بتصوروا بتصيروا تبعتوا بالموبايلات. شفتوا شو عم بصير هلأ؟ الموبايل كل العلماء عم تحكي بقى كلهم. هل أنا عالم وما إلي علاقة لا بالدين ولا بالإسلام ولا بها ولا بها أبدا، كلهم بس عم بحكيكم بعلم شو عم بصير بهالطاقة يلي بإيدينا كل الوقت، شو عم بتأثر على أفكارنا ونوايينا وطاقة الشم وطاقة هيك وطاقة هيك. يعني هاي آلة، هاي مكنة، انت آلة، هاي دي آلة، صارت إنسان آلة بخدمة الآلة، انت بخدمة السيارة مش السيارة بخدمتك. فإذا بدي وعي، ما حدا بيجيب لك إياها. Nobody can teach it but you can catch it. كل واحد منا جوهرة إلهية، هيدي الثروة والثورة جوا. الكتاب خير جليس ما فينا بلي، حلو كتير اللي قال هالكلمة، هي حقيقة أعطاني إياها جليس كومباني. خبرتكم أنا بنبسط بس حدا يسب الإسلام يقول يا لو عب الجيرة، ما أنا كنت مثله. معك حق، معك حق. وهيك محمد اللي بتحبيه أنت، ما كان عندنا ولا مسلم بالأشرفية، كله منك ومحجبين. قال له يي معك حق، سامحني، بتركه خليه يستفري، خليه يستفري. بعدين ببلش هيدا هو الإسلام، هيدا ماشي ما فيك تفهمه بس على القليلة. هيك المسيح قال، هيك بودا، هيك كريشنا، هيك. بتعرفوا هالمرة يلي أرملة وما عندها غير هالطفل مات، قالوا لها ليكي شفتي هيدا بودا بيحيي الموتى. أخدت الجدة وراح. هلا إيه؟ قبل ما تغيب الشمس، هلا بسرعة برجع بحييه. بس أنا لي طلب بسيط منك، فيك تروح تجيبي لي كمشة قمح من بيت ما شايف الموت؟ قلت له ايه. ركضت عند اهلها، جدي، ستي، بيي، عمي، خيي، جاري، امي، ما كفيت، رجعت لعنده وما طلعت بهالطفل. قالت له لو احييته بده يرجع يموت. علمني على اللي ما بيموت، الحي القيوم على الحي القيوم. هلا عادي حد في شيء ما بيموت. فإذا نحن، انت سرقتني وانت هيك وانت هيك وانت هيك، ما فيني لكم من وقت ما جيت من امريكا، يعني ما شفت الا الكذب والحرام والسرقه وهيك، بس هيدي كارما، هي سببيه، نظفني. هلا ما بتعامل، بفهم بنتبه، ما في مصاري بالبيت، خلصنا. مع الاسكين شوكه خدهم. خلص اهلا وسهلا. هيدا غلط، هيدا سرق، هيدا سب فيي، هيدا هيك، هيدا الإناء ينضح بما فيه وينصح بما فيه. خلص من سمائهم تعرفونه، متر قماش ونقاش، خناقشة ومناقشة. قلت لك الحب فعل مش كلام، اغتصبه. هيدا اليوم يعني هالمحششين وهالأفكار بتضحكك بس حقيقة. كل واحد منا كيف يقوي لتكن مشيئتك؟ نقبل القبلة أينما توليتوا، قبالة. لأن ما في شيء بيصير إلا لا إله إلا الله، يعني إلا بإرادة هالوجود. كلمة الله بتعرفوا كيف صارت، يعني الله صغرتها والله زحلة، يعني كل واحد بس هالوجود هالكينونة شو ما بدكم تسموها، 99 اسم وصفة كلها فينا وفعل، بس 100 ما بتنقال، موجودة. مؤامرة على كلمة الله، مؤامرة على العرب وعلى المسلمين. نحن مش عربي يعني لأنه بنحكي عربي أو لأنه ركبنا عربية أو
يقعد واحد حد الملكة وبتعرفوا بالفرس رايحين وهيك تيري صار شي فارت حدا اعتذرت الملكة قال لي أنا فكرت الفرس تيري مخطوم النكتة هي اعتذرت إنه الفرس عملت لأنه ركبين عربية ما هي الملكة كمان ركبت عربية الوقت تفتخر بالناس بتطلعون على الفرس ما في واحد اليوم رح لعند طبيب بيطري قال له يا خي أنا طبيب بيطري شو جاي تعمل عندي قال له اسكت اسمعني بالأول يا خي أنا بقوم قبل الضوء وبركض مثل الحمار على الشغل بروح لهوني مثل الكلب بركض بعمل بنزل لهوني بعمل وعشية بجبني محد البقرة يعني جاي لعندك مهضومين يعني إنه كلها لوين ريكي لوين رايح كل الوقت go out 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 إن شاء الله بهاء يرجع قالوا له من أشتك باسبورك وانت باستراليا والمستشفيات لألك كلهم كيش وقت عمي قال لي حسيت انه انت مائي الى سوريا يا حبيب قلبي وبتعرفوا كيف اخذ شهادة الطب هو قال لي ما تقولي قلت له بدي اقولها رح بقى ما فيني شباب بيقولوا لي هيك قال له انا رح اكتب الاطروحة على ذوقي هالمرضى انتوا الاطباء انتوا الممرضات وانتوا ناس من الشارع ما بكون شيء اهل المرضى انا رح اجرب فيكم 21 يوم تامل دايناميك ميديتيشن هيك وهذا الاكل وهيك في اطباء تركوا شيلوا قالوا نحن معك حق وممرضات واخذ هالشهاده بده يرجع على سوريا يحط الطب الطبيعي ما رح قالكن منه قال له لا نحنا ما بدنا هالطب اجوا السفرات تفضل جنسية تعال عنا تعال عنا تعال عنا كل البدو بكل بلاد هالكرة الأرضية عم بيحكوا مثلك الأمراض عم بتزيد وهيك بأستراليا بيقلوا للمريض في هيك وفي هيك بس رح لك شو بيعمل فيك الدواء إيه لا معك حق لا معك حق نحن عنا بدو نحن عنا بدو أنا مرة بالسعودية يعني والعائلة عنده 4 صبيان وأربع بنات بياكلوا هالأربع صبيان وأربع بنات خروف بالشهر وبين 4 ساعات مشيت بيجي بشق على الأولاد ما بركب السيارة قلت له ما هيدا فيكم بليها يعني بس بيك بيمشي بيروح وهلا صار في انترنت وفي هيك وفي هيك وموبايل ومدري شو اكف ايدك رجعوا لهالناس انا مره الحوه هشام هون خلي كذبني انكسر الموبايل عندي مرتين ما حدا قدر يصلحه بالاشرفيه وانا قلت له رجعت اشتريت واحد اي هو احلى شيء الاغلى شيء ما عرفت فيه ما ادري لمين اعطيته قلت له هشام اقول لك حدا بيصلحه مرتين انكسروا مرتين بالضاحيه صلحوه ماشي يعني صدقه رجعت لهونيك مطرح ما بيبيعوا قال لي يا اختي اللي حقها هون 100 دولار حقها 20 دولار بالضاحيه هي نفسها وفي ناس انا بي هي كان بسموه شراخ مرشد بعلم مريد مرشد بعلم مريد كانوا اذا في اي مشكله باطباء السنين وبالنقابه روحوا عند الارمني عند بي قال له حطي ايدك هون حطي ايدك هون بيروح الوجع حطي ايدك هون ما بدي ابعد الدرس اعمل هيك اعمل هيك ما تاكل هيك ما تاكل هيك ما بقى في هيك اطباء قديش بدنا نبيع دواء ما تاخده بس اشتري ما معك انا معي انشورنس ضمان حول الكره الارضيه فيرست كلاس ما بقلكن قديش بدفع وما استعملتها تعجب مره زحطت رحت على مستشفى الروم وليها اول مره بتجي عند الاطباء لكي شو معي مثل دولاب عيار قالوا لي يعني ومش انا بدفع قال لي انا رح ادفع رح ادفع لك اياه تستاهليها حطي عدولي بعياري
بس وقت بعيش بجميعها، ما عنا أكل بعد الساعة 6، عنا رضا وتسليم، نهاية العلم والتعليم. كلنا. فإذا أينما توليتم، نعم، لتكن مشيئتك، نعم. شغلة ما تشتري يعملوا ويندو شوبينج، عايزة بس لأني دجران، لا بدي روح أنا هيك بس اشتري اعمل شوبينج، هيدا مال القوم. قديش عم بينصرف على السلاح؟ السلام عليكم، مجانا مش مجانا، يعني بالسلام، ما في كلمة مجانا، شيلوا لي اياها. حطوا صدقات قد ما فيكم، الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بالصدقات وبالزكاة، ما حدا بأمة العرب إلا مريم عملتها. وما جعت وما عريت، صر مي وحدة ما بعرف كم سنة إلا بجري، ما تعودت علي. مش عن جوع وطمع، عن شبه، مش عن جشع. وقت اللي جيت لبست من أغلى مطرح وأغلى أكل وأغلى مطاعم، وبعدين لا رجع. وشفت كلها زيارات وسرسرة ونهز إيدين ووزير ومعالي، ما بدي معالي، كعب ونعلي فوق أصحاب المعالي. قالوا لي عيب فكررت مقالي، ثم قالوا لي عيب يا حبيب قلبي أحمد مطر. بس شو بدك تعمل؟ يعني الإهانة مش بالإهانة، ولا الانتقاد بالانتقاد. تحيا البلاد، ما بدي هالانتقادات، مهضومين وأذكياء وكل شيء. بتغير منك بتعلم، تعلم الأدب منين؟ من قليل الأدب. منين تعلمت الطب الطبيعي؟ من الطب الاصطناعي. قديه بدها تضاين الكذبة؟ 2000 سنة، 3000 سنة، مليون سنة، بتموت بلحظتها الكذبة. ما بيصح إلا الصحيح، هيدا هو الصريح والتصريح والصحيح. ما تخافوا، إن خفتم من شيء فادخلوا فيه، هيدا جسمك، هيدا أنت، الحق علي والحق معي. أه. أه. لو قالوا لك انتبهوا مريم نور خطرة لأن أنتوا ضعاف، إسرائيل مش قوية، أنا ضعيفة. ولو مارغريت تاتشر خافت وقت ما بدها تمرق طيارة أوشو من لندن، حبسوه 8 ساعات تيرتاحوا الطيارجيه. هالقد انتو ضعاف، هالقد مسيحكم ضعيف. لا مشي على المي ولا شيء، هيدي كلها معجزات رمزيه. ليه بدك تمشي على المي؟ ما السمكه بتمشي. ليه بدك تطير؟ ما العصفور بيطير. فاير ووك، ليه بدك تمشي على النار؟ لأنه نو مايند فيك تمشي على النار، خلصنا. جورج جيرجيف حط هالعلم بحلب، شو عملنا فيهم؟ قتلناهم كل العلماء. جورج أوشاوا قال لمرته ليما أوشاوا، بيكون عمرك 99 بتقابلي مرة لبنانية وهيدا شكلها وهيدا وجهها وهيدا اسمها، وحط كل هالسر. مثل ما الحبيب قال لها انت اول ناس لحقتيني لبنته، وبعدين قال لها اعطيني قنينه مشروب غازي هيك هيك. هو قتل حاله لانه بدهم يحبسوه، واحد من بيو كونغرس مان. وقال جورج أوشاوا في انواع من الاكل، في 7 نظام تغذيه، هيدا ما فهم الا اول نظام، تعيشوا على الرز، براون رايس، براون رايس نمبر 7، وهودي ايه هيدا احيانا شي تعمل. وقت نظف حاله مات، ما فيك تنظف حالك بسرعه، بدك وقت. وبيو كونغرس مان عرفوا انه بدهم يحطوه بالحبس، بدهم يعذبوه، بدهم. قال منلتقى فوق، مثل ما قال شربي لامه يا امراه، منلتقى فوق. والمسيح قال لا انت امي ولا انت بيي. هاو رموز ليش غلق بالمغاره؟ مين سلمان الفارسي؟ لو لم يكن سلمان لما كان محمد، لو لم تكن الشجرة وأمكم الأرض لما كان محمد. كلنا متواصلين، كلنا بهالحمد بهالشكر. فإذا الكتاب خير جليس، ما بقدر بلي أنا، أنتو بكتب
بس يخلصوا الكتب هيك حطت لهم ستيكرز وهيك شي 20 كتاب، برجع بحكي حكي، بحكي كتاب بالانجليزي كل يوم وبحكي كتاب بالعربي. انتو بتسمعوا خلص. الصوت كتير مهم، وخط ايدي عم تقدروا تقروا كلمة صاد 55 حرف صاد 55 مرة هتكون تصلوا. قال له كيف؟ بعدين قال له الملاك قال لي ما بقى فيني أقل من خمسة مستحي. هي هالخمس حدود الفايف إليمنتس هو عم يحكي مع الملاك. شو بدي أقول لك يعني؟ بدي أقول لك حي قيوم مع حي قيوم، إلهية مع إلهية، ما رح نفهمها. بس في الملاك قال لي الملاك هيك. فإذا بينك وبين هالإلهية ما في وسيط أبدا، دغري أنت عليها أو هالوحي اللي فيكم. أوقات بتحسيه، فإذا يه اليوم نسيتها، لا ضاعت هي إلى سبب، لتكن مشيئتك يا حبيبي، لتكن مشيئتك واهتزت الأكوان بس بالمسيح. شو هالإلهية اللي حطتها بس بالمسيح؟ وفينا انطوى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بتحب تكون من ابن الضال؟ أنا رح ضل ناطرة. عنده 99 نعجة خروف رح يفتش. هلا يا خي ما عندك 99. الأمة بتفري، قالت لنا الغايب تيحضر والصغير تيكبر والمريض تيشفى. هو اللي بحبهم أكتر شيء. ما طلبت لإلا ستنا هاجر لابنها عم بيموت اجروا زم زم زم، اعطاها زمزم الى ابد الابدين. ومره بتعرفوا وقت اللي كان قاعد الحبيب وقاعد حد جعفر وقاعد حد واحد معهم ضحيه ونعجه، اعطيني اول قدم، ثاني قدم، ثالث قدم، رابع قدم، خامس قدم، ما في الا اربع. قال له لو قلت يا مدد لا اعطاك الا اللبن، قل يا مدد يا مدد يا مدد. 90 يوم ما شافوا نار ببيته. هلأ برا هذا هو العلم، إسلام الله، إسلام الأنبياء والعلماء والأولياء، العلماء يلي ورثته الأنبياء. لحوي فينا وفينا انطوى. الأطفال كلها بتعرف هالجنين كيف كبر هون، راع المدرسة كيف طلع، شايف أمه بالليل هيك شايفك خندق وفي نور. يا ما في أميت عنا بالضيعة عأيامي تحت الزيتونة هون وهون، بعدين وقف النبات إيه كفي شغلة ترجع تاخذ الطفل تروح البيت، أو نصرخ شهيدة حفيدة لشهيدة. كان معنا هون جورج حداد بالتلفزيون، هلا تيلي لوميير، كانت هي تركض بس حدا يصرخ صابونه وقنين زيت زيتون، وضل 40 يوم طل يملحوا الطفل، ما يحمموا يملحوا. هلا في ولاده تحت المي اندر ووتر بيرث، في ريبيرثينج تنفس انت فيكم تعملوه، ما حدا يحط ايده عليكم وما حدا يجي لعندكم. انت جنين برحمة الرحمن، انت جنين بهالدنيا بهالرحم، ما حدا أمك بيك أختك ستك جدك اللي بتحبهم وهيك، بس انتبه لحي فيك وفيك انطوى العالم الأكبر. نقوي هالحدس اللي عندنا، الحدس عند المرأة أقوى. طاقة صعود، اسمعي انتبه شو صار معك يا أمي، رحت السيارة بس أنا ما صار لي شيء وخيي كمان الحمد لله. بتحس عندها طاقة صعود، رجال دنيوية انكماش انفلاش، هو الدنيا هي الآخرة تاخده معه. مشان هيك بيخلق كتير صبيان أكتر من البنات، بس الصبي الرجال بيموت قبل، الرجال بيموت قبل مرته، الصبيان بيموتوا قبل. ليه؟ مشان هيك بالمعمودية كلنا في مي ووضوء أكبر وأصغر، بيغيروا الأسماء. إذا اسمك ضعيف غيروا لي هيك نيم، نعم باور حطوا. أنا توم مونتي استاذي، بس حطوا معين الدين الشستي هو
وقت الأمر وإنه يقتلوا لمعين الدين، قالوا له من 1200 سنة ميت، يعني إنه بس هو حي جسدياً، حي بكتبه. يعني الإنسان ما بيموت، خصوصية اللي تارك صدقة جارية، يعني هيدي لألك بتوسع قبرك. الموت في الفطرة في الإسلام احتفال، يا حبيب قلبي ناطر الرفيق الأعلى. ثالث يوم ما بتذكره خلاص، بكون أهله وسهلا أهله وسهلا. قالوا للمسيح ليش بعدك على الصليب؟ قال له رح ضل على الصليب تآخر واحد من إخوتي يفوت وبسكر الباب. رمز حلو كتير، في قصص وحكايات هي رمز روحي، مش إنه إيه هاي تفسرها مثل ما بدك. المفسرون هن المفسدون في الأرض، يعني بتفسروا على ذوقكم. وحكاني واحد، أنا طبيب أعشاب معي دكتوراه شهادات من هون ومن هون، قلت له سامحني سكرت، ولو كنت بتسكري. قلت له يا خيي ليش تطول بالي، يعني نضيع وقتك ووقتي، ما أنا وحدة ما بقدر يعني بقى أحكي مع هيك. خلص خاطبوا الناس على قدر عقولهم، وما تضيعوا وقتكم معه. للجاهل كونوا مع العاقل، ولك الخيار يا مختار.